اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان، والتي نبداها بالحديث عن واحد من اهم المشروعات القوميه في مصر، وهو المشروع القومي للطرق. اذا اهتمت الدوله اهتماما كبيرا بتطوير شبكه الطرق القائمه وانشاء شبكه جديده من الطرق والمحاور المروريه الجديده، وذلك بهدف ربط جميع مناطق الجمهوريه ببعضها البعض والعمل على تقصير زمن الرحلات وتوفير الوقت والجهد والمال. نتابع. نجحت الدولة خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 من يونيو وحتى الآن في تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات الطرق والكباري لتضاهي شبكات الطرق العالمية وتقفز 90 مركزا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات لتحتل المركز 28 عالميا، حيث أنشأت الدولة 5000 كيلومتر من الطرق الحديثة المزدوجة ومتعددة الحارات في كل اتجاه، وجاري تنفيذ 2000 كيلومتر، ومن أبرزها الطريق الدائري الإقليمي الذي يربط 6 محافظات. كما عملت الدولة على رفع كفاءة وتطوير 5000 كيلومتر من الطرق، كما تم إنشاء أكثر من 240 كبريا ونفقا وتنفيذ 6 محاور على النيل. ويعد محور رود الفرج أحد أضخم المشروعات على الخريطة التنموية للدولة، حيث يخدم جميع القادمين والمتجهين من مناطق شمال وشرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، كما يعد جزءا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أنه يمكن انتقال المواطنين من طريق الصعيد وصولا إلى الساحل الشمالي ومرسى مطروح في وقت أقل بكثير من الذي كان عليه في السابق. ويضم المحور كوبري تحيا مصر الملجم، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري ملجم في العالم. كما أنشأت الدولة الأنفاق الجديدة بقناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد، والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر بسواعد مصرية كاملة، وتختصر زمن العبور أسفل القناة ليستغرق نحو 20 دقيقة بدلا من الانتظار على المعديات لمدة قد تصل إلى 5 أيام. وتعد منظومة جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر لتلبية متطلبات التنمية في هذه البقعة الغالية. وفي إطار دعم مصر لعلاقتها بالقارة الأفريقية، تعمل القاهرة على تنفيذ طريق القاهرة كيب تاون البري، والذي يبلغ طوله نحو 10000 كيلومتر، ويبدأ من ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالقاهرة إلى السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى جنوب أفريقيا. للحديث عن هذا المشروع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. دكتور حسن، مساء الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز، وسنتحدث تفصيليا عن هذا المشروع، لكن إجمالا كيف يمكن لنا أن نقيم هذا المشروع بكل تفاصيله ومحاوره، سواء الداخلية أو حتى الرابطة بين المحافظات؟ مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهد الكريم. والحديث عن المشروع القومي للطرق وما حدث من طفرة يمكن يحتاج وقت كتير كمان، لكن ممكن ناخد مقتطفات سريعة. احنا في بداية 2014 كان هناك توجه من القيادة السياسية بمواجهة المشاكل المزمنة بحلول جذرية وليست مسكنات كما كان يحدث في العقود الماضية. كان عندنا مشاكل في البنية الأساسية، الكهرباء والطرق والمناطق اللي هي غير آمنة، بلاش نقول العشوائية، والتوسعات الرأسية اللي كانت موجودة، فكنا عايشين على 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، في حين أن تعداد السكان كان سنة 86 48 مليون نسمة، وصل ل 104 مليون في سنة 2019. فكان لابد عشان نواكب هذه الزيادة السكانية أن يكون في بنية أساسية جيدة علشان تحقق مش بس كمان جودة في الحياة وسهولة في التنقل، لكن كمان تجذب فرص للاستثمار وتخدم مشروعات التنمية المستدامة وتساعد في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة وتقليل معدلات التضخم. فكان المشروع القومي للطرق أحد هذه المشروعات العملاقة
اللي بدأ في 2014 ودرس بعناية لحل مشاكل الطرق وربط أوصال الدولة، ويمكن الجملة دي قالها فخامة الرئيس بنفسه. وربط أوصال الدولة دي هي اللي وصلتنا إن التقارير التنافسية العالمية رفع مصر من المرتبة 118 خلال وثبات على مدار الخمسة سنوات الماضية متتالية إلى أن وصلنا للمرتبة 28 بارتفاع 90 نقطة. كان الهدف ليس هو أن المجتمع الدولي يقول لنا برافو عليك، ولكن الهدف كان أسمى وأعمق، أن إحنا كنا عايزين نعمل مشروعات نقدر بيها ننتشر أفقيا بدل ما إحنا عايشين على 7% من مساحة مصر، وفي نفس الوقت نقدر نعمل مدن جديدة نتوسع في مدن قائمة، نعمل استصلاح زراعي ونعمل مناطق زراعية بأحدث أنظمة الزراعة زي الصوب الزراعية والزراعة المحمية واستصلاح الأراضي، نعمل مناطق صناعية وصناعات صغيرة ومتناهية الصغر، نعمل مزارع سمكية ونعمل مناطق تقدر يكون ليها مردود على المواطن وعلى الاقتصاد المصري. إذا دكتور حسن، مشروعات الطرق هي أداة وآلية وليست هدف في حد ذاته. لا طبعا، مشروعات الطرق هي حضرتك خدمة لمشروع، ما فيش تنمية مستدامة هتحدث من غير ما يكون في شبكة مواصلات جيدة، ما فيش مستثمر من الداخل أو من الخارج هتديله أرض في الصحراء وتقول له اعمل مصنع وشغل ناس، ما فيش وسائل مواصلات تصل إلى هذه المنطقة فهيحجب عن إن هو يجي يستثمر. لما نتكلم كمان عن البعد القومي والأمن القومي، ربط شبه جزيرة سيناء بأنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، هذا له بعد أمن قومي، لأن إحنا عندنا دلوقتي تطهير لهذه البقعة الغالية على كل قلب كل مصري من الإرهاب الأسود، والضامن لبقائها طاهرة من الإرهاب هو التعمير، والدولة متنبهة إلى ذلك ورصدت 75 مليار علشان تطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء في كافة المناحي من خلال تنمية عمرانية، تنمية صناعية، تنمية زراعية، ويمكن الربط من خلال أنفاق قناة السويس أو قناتي السويس. هذه الأنفاق لها جدوى في أن أنا بنقل البضائع أو حتى الأفراد خلال 23 دقيقة، بعد ما كانت هذه الرحلة بتستغرق يوم أو اثنين في انتظار الحافلات أو التريلات لدورها على المعديات. فهناك مشروعات كذلك، هناك مشروع الزواج نفع الشهيد أحمد حمدي اللي جاري العمل بيه دلوقتي. فإذا عندنا يعني مشروعات عملاقة. المشروع القومي للطرق كان بدأ بأن احنا يكون عندنا مش أطوال معينة، عشان في ناس بتقول احنا كنا حاطين في يعني تصور أو يعني السقف بتاعنا أن احنا نعمل عدد معين من الكيلومترات. الهدف كان ان اي تنمية مستدامة او بعد امن قومي لابد ان هو يخدم من خلال شبكة نقل جيدة، وكان المستهدف ان انا اعمل طرق عرضية علشان كمان اهالينا في صعيد مصر كانوا محرومين من التنمية لفترة طويلة. ففي 7 محاور عرضية لربط شرق وغرب النيل حاليا جاري العمل فيهم على قدم الوساق، وبعضهم اوشك على الانتهاء. كل هذه المشروعات الهدف منها أن تكون هذه المحافظات غير طاردة للسكان وأن تكون فيها تنمية فعلية. طيب، هدف الدولة ليست فقط مجرد إنشاء طرق، لكن حتى جودة الطرق. بحسب مؤشر جودة الطرق بيقول أن مصر وصلت إلى 5.1 درجة من أصل 7 درجات بعدما كانت 3.5 درجة في 2009. الدولة أيضا تولي اهتمام كبير بجودة الطرق وليس فقط بمجرد الإنشاء. صحيح، أنا عايز أقول إن موضوع الجودة مش بس في مشروعات الطرق، أي مشروع لا يتم افتتاحه رئاسيا إلا أن يمر بالمراحل الهندسية ومراحل التفتيش على الجودة والتأكد من المواصفات القياسية التي تم بها هذا المشروع. فيما يخص الطرق، هناك جهات يعني سيادية وجهات هندسية يشتركوا في التحقق من جودة هذه المشروعات قبل افتتاحها، وأنا عايز أقول إن السرعة اللي بينتهي بها المشروعات لا تعني أبدا أن ذلك على حساب الجودة، لأن الجودة يعني عايز أقول طريق مستقل ليس له علاقة بالقائمين على التنفيذ. المشروع القومي للطرق ساهم بلا شك في أن هو يخلق مناخ جاذب للاستثمار، وفي نفس الوقت كمان ساهم في إيجاد فرص عمل لآلاف المصريين. كنت بتتكلم في التقرير على بعض الطرق، لو تسمح لي أن احنا ندي مثلا بعض المقتطفات. اتكلمت حضرتك عن طريق القاهرة كيب تاون، وهذا المشروع هو ربط حلم كان يراود يعني القارة السمراء أن يكون هناك تبادل تجاري بري من خلال طريق بري يربط 9 دول في القارة السمراء منهم مصر إلى أن يصل إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. هذا المشروع مصر تعمل
حاليا في تنفيذ الجزء الخاص بها على أراضيها، ومن هذا الجزء هو يعني طريق أسيوط الغربي لهيئة الطرق والكباري، أحد أجهزة وزارة النقل بتعمل حاليا على تطويره وتوسعته وإنشاء طرق جانبية لحركة النقل والنقل الثقيل، يعتبر وصلة من هذه الوصلات من القاهرة إلى أسيوط، ثم من أسيوط إلى هنا، ومن هنا إلى أسوان، ومن أسوان إلى أبو سمبل، ثم من أبو سمبل إلى الحدود السودانية عند خط عرض 22، وهذه عند أرقين، منفذ أرقين بيننا وما بين السودان. كل هذه الطرق تعتبر وصلة أو الجزء الخاص بمصر من طريق القاهرة كيب تاون. بالنسبة لباقي المحاور اللي تم إنشائها، لا يوجد الطريق أفضلية عن الآخر، لأن لكل منهم أهميته الاقتصادية والجدوى الفنية متحققة لكل وصلة من وصلات الطرق، لكن منها من ساهم في حل مشاكل مرورية مزمنة، عشان بس ما نقولش إن الناس بنعمل طرق جديدة في المناطق الفاضية بس. يعني لو اتكلمنا عن تطوير ترعة الطوارئ، لو اتكلمنا عن محور ترعة الزمر، لو اتكلمنا عن المحمودية. طيب، هناك الكثير من المشروعات ربما في المرحلة الثالثة لهذا المشروع القومي، وهناك توقعات بأن يرتفع هذا التصنيف أيضا وعشرة مراكز ربما في هذا العام أو العام القادم، بعدما احتلت مصر ووضعت في المركز 28 عالميا في تقرير جودة أو مؤشر جودة الطرق الذي يصدر عالميا. على كل ما دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات. ولازلنا في ذات الموضوع مشاهدينا الأعزاء، وينضم إلينا هاتفيا أيضا الدكتور علي الإدريس الخبير الاقتصادي. دكتور علي، مساء الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز. ولا شك أن هذا المحور أو هذا القطاع ما يتعلق بقطاع الطرق وتطوير الطرق والمشروع القومي للطرق هو جزء رئيسي وجزء هام في التنمية الشاملة والتنمية المستدامة. كيف تنظرون أنتم كخبراء اقتصاديين في هذا المشروع كجزء من عملية التنمية الشاملة والمستدامة؟ تحياتي لحضرتك، أكد على كلام حضرتك أن فعلا يمكن الطرق اللي الدولة اتحركت بيها وجودة الطرق الجزء اقتصاديا مهم جدا، لأن هو خلينا نقول أن مناخ الاستثمار في أي دولة جزء منه بنية تحتية، ومن البنية التحتية في عوامل كتيرة، وجزء أساسي منها هو الطرق، وإزاي أن يبقى في توفير للمسافة وللوقت. ده حاجة. حاجة تانية، لما بنتكلم على جودة الطرق احنا بنتكلم على ازاي يبقى فيه انخفاض بشكل واضح، سواء بقى في حجم الحوادث والإصابات والوفيات، وده جزء مهم جدا طبعا، وجزء المستثمر ذات نفسه بيبص على الأرقام وبيقارن وبيشوف. طيب، تأكيدا لكلام حضرتك، معدلات الحوادث في مصر انخفضت بنسبة 40% بعد إنشاء هذا المشروع وتنفيذ هذا المشروع، ومعدل الوفيات انخفضت بنسبة 50% خلال 4 أو 5 سنوات، ومعدل عدد الإصابات انخفض إلى 51%. بالضبط، وده في الفترة من 2014 ل 2018. بالضبط، وده يعتبر إنجاز كبير جدا أن يتم انخفاض هذه الأرقام بشكل دوت، لأن زي ما بقول لحضرتك المستثمر بيبص على الجزئية ديت، ودي جزئية مهمة جدا، بجانب طبعا البعد الاجتماعي والحفاظ على سلامة وأمن المواطن المصري، وده جزء أكيد بيجي في الأولوية. الجزئية الثانية، إزاي إن إحنا بنسعى جاهدين لمضاعفة المساحة المستغلة من مساحة مصر، ما يبقاش المساحة المستغلة حوالي 7%، خطة الدولة إن هي تضاعفها الفترة اللي جاية في خلال الست أو سبع سنوات القادمين بإذن الله، إن احنا نصل لـ14%، وده واضح عن طريق المدن الجديدة والاستثمارات اللي بيتم استثمارات في الطرق الخاصة بربط المحافظات بعضها البعض، وده أكيد هيبقى ليه مردود اقتصادي، لأن احنا شايفين إن كل مدينة بيتم التخطيط ليها وبيتم البدء فيها، إزاي إن هي تجذب استثمارات من جانب القطاع الخاص، سواء من مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي، إزاي القيمة المضافة لعديد من المناطق ابتدت تتضاعف بشكل واضح جدا. خلينا نضرب نموذج بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلينا نبص عليها من 5 أو 6 سنين، المنطقة دي كانت إزاي ودلوقتي بقت إزاي، إزاي نبقى في سعي من جانب القطاع الخاص للاستثمار في هذه المنطقة، في ظل كمان التوقعات الفترة اللي جاية إن يتم ربطها بعديد من المدن الأخرى، وبالتالي دوت اللي بيديها قيمة مضافة أعلى. الفكرة كمان إزاي إن الاستثمارات ديت مش مرتبطة بالعاصمة فقط، ولكن استثمارات بتتحرك في سيناء، بتتحرك في الصعيد، ودي محافظات كانت
مهمشة. للاسف الشديد كانت بتعاني من تهميش لسنين طويله جدا. ازاي دوت يقدر ان هو يجذب المستثمر ان هو يضخ استثماراته في محافظات الصعيد ومحافظات سيناء؟ وده جزء من العداله الاجتماعيه التي تنفذها الدوله في هذه الايام وبناء على هذه المشروعات. ايضا دكتور علي، الدوله لا تهتم فقط ربط المحافظات والمدن الجديدة بينها وبعضها البعض، لكن حتى الطرق الداخلية هناك اهتمام كبير من قبل الدولة حتى يشعر المواطن برفع مستوى المعيشة ويشعر بهذه المشروعات الدولة. وكان هناك تصريحات ربما الأسبوع الماضي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأشار إلى أن هناك أولوية وهناك مشاريع قائمة بالفعل لتطوير البنية التحتية في الطرق في المدن الداخلية أو الطرق الداخلية الموجودة في المدن وفي المحافظات المختلفة. جزء منها توفير الوقت، لان احنا كان مشكله مرتبطه بالازدحام وعدد الساعات الكتير اللي بتمر بيها، عدم جوده الطرق في وقت من الاوقات. والجزء الثاني ازاي ان لما نرفع جوده الطرق الداخليه دي تقدر ان هي تنعكس بشكل ايجابي على المواطن في هذه المناطق، وازاي ان يبقى وسيله الانتقال ما بين منطقه لاخرى يبقى افضل عما كانت عليه، ازاي ان تبتدي توفر له فرص استثماريه افضل مما كان. دي كلها اكيد خطوات، الفكره كلها مش مرتبطه زي ما حضرتك قلت ب من مدينه لاخرى، ولكن داخل المدينه الواحده ازاي بيتم تطوير شبكه الطرق. لان احنا برضو كان عندنا مشكله للاسف كنا بنعاني منها كتير، وهي مرتبطه بجوده الطريق. يعني الطريق بيتم انشاؤه بعد كده يهمل وبنصينه تاني وتالت ورابع، وده كان بيكلف تكاليف اكتر من تكاليف الانشاء في حد ذاته. لكن احنا شايفين كمان ان ازاي ان الطرق ديت بيتم التخطيط ليها تخطيط مركزي، ازاي ان الجوده فعلا مرتفعه ودي باشاده دوليه مش حتى اشاده المصريين لبعضهم، وده كمان اللي بيدي مردود ايجابي عن قدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ لأي مشروع. مشروعات الطرق ربما تتفق معي أيضا دكتور علي أنها من بين المشروعات التي لا ينكر أحد سواء في مصر أو خارج مصر على إنكارها وعلى وجودها. هي واضحة للعيان، هي تمس المواطن المصري ويشعر المواطن المصري بوجودها وتنفيذها على أرض الواقع، برغم كل الادعاءات برغم كل الشائعات التي تطل علينا من الخارج والتي تبث علينا من وسائل إعلام إخوانية. اكيد طبعا انت يعني كلنا متفقين ان في يعني اعداء لهذا الوطن بيستخدموا كتير من الاشاعات، وفي هذا الصدد يمكن خلينا نوجه شكر لمركز اعلام مجلس الوزراء اللي بصراحه يمكن ليه دور كبير في نشر الحقائق والانفوجرافس اللي بينشرها كل فتره وبياكد فيها على كتير من المعلومات وبيرد فيها على اشاعات، وبرضه نوجه شكر لقناتكم المحترمه اللي بتقدر ان هي ترد على كتير من الاشاعات اللي الغرض منها يعني هدم الدوله والعياذ بالله. لكن احنا الحمد لله بنقدر ان احنا نرد. الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه هو جزء ملموس بالنسبه للمواطن، ازاي ان هو بيشوف دلوقتي خلينا نقول طريق على سبيل المثال زي هضبه الجلاله او طريق مصر اسكندريه الصحراوي او كل الطرق اللي تم تجديدها او تم انشائها، ازاي ان المواطن بيبتدي يلمس بشكل واضح جهد الدوله، وازاي ان هو بيقدر يحكم بشكل واضح على ان تكلفه النقل بالنسبه له او خلينا نقول جوده الوصول من منطقه لاخرى، ازاي ان هي تحسب بشكل واضح، وده اكيد جزء مرتبط بسلامه وامن اسرته. الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة.